لماذا يحضر الجنس في كل روايات وكل أعمال زينب حفني؟ يعني أربع خمس أعمال كلها الجنس حاضر فيها بشكل قوي. أي يعني أنا أبغى أعرف ليه إحنا دائما لما نقرب من التابو، تابو الجنس أو تابو الدين أو تابو السياسة، ليه إحنا دائما بنحط تحتها ثلاث خطوط؟ لأنه تابو. لأنه تابو. في النهاية أنت لو قرأت، نرجع لتراثنا القديم، يعني لما تيجي مثلا تقول ولادة بنت المستكفي أنا بنت المعالي أتيه تيها وأعطي قبلتي لمن يشتهيها، اليوم لو في شاعرة قالت الكلمتين دي أنا أعتقد أنها ترجم. ليه إحنا اليوم أصبح عندنا هاجس اسمه هاجس الجنس؟ الجنس ده موجود في طعامنا، في أكلنا، في شربنا، ليه ما نوظفه نستخدمه كوسيلة للوصول إلى هدف نبيل؟ ليش لا؟ مو موجود في حياتنا. طيب يعني إذا أنت تميلين إلى أن الجنس لا يجب أن لا يكون أمرا محرما، يجب هذا أن يكون صح. طبعا. هل تميلين إلى أنه يجب أن يكون مسألة مشاعة ويتعاطى الناس معها بالحديث و... سيق وتأكد أنك أنت يعني أرجع لي تراثنا الديني، بلشت تراثنا شريعتنا الدينية. كانت السيدة عائشة تجلس وكان الرسول يقول خذي نصف دينكم من هذه الحميرة. هذا حديث ضعيف، حديث ضعيف، بس أنا بثق في الحديث لأنه صادر عن أعتقد عن بخاري أو مسلم. لا مو صادر، لو بخاري ومسلم ما كان الحديث ضعيف. لا ما أعتقد أنه صادر غير عن واحد من الاثنين دول. طيب هو حديث ضعيف ولم يروي البخاري ومسلم. يعني أنا شو أقول لك حاجة، وإنت مشكلتنا أي شيء للمرأة نحتبره حديث ضعيف، وأي شيء يخص الرجل زي مثلا زي قضية النساء ناقصات عقلها دي حديث صحيح ماء في الماء ليه عشان يضر بالمرأة، يعني مو منطق مو معقول. يعني هذا الصحابة كانوا بياخذوا بيتعلموا من السيدة عائشة كيف كانت تعامل الرسول وكيف كانت حتى في أدق الأمور الجنسية، وكانت أم سلمة رضي الله عنها نفس الشيء. فليه إحنا دايما نحط محاذير؟ ما كان في محاذير أيام الرسول ولا أيام هل الصحابة. تعتقدي أنه ما كانت عائشة تعلم الصحابة مثلا من علاقة الرسول بنسائه هي نفس توظيف الجنس في روايات زينب حفني؟ أنا ما أقارن نفسي بالسيدة عائشة، أنا بقول لك إنه مساحة الحرية اللي كانت موجودة أو ما كان في شيء اسمه تابو في الجنس زي الموجودة اليوم في مجتمعنا للأسف. يعني أنت تميلين مثلا إلى تعليم الجنس في المدارس مثلا؟ لما لا؟ تدريس الجنس في المدارس؟ إيه طبعا. من أي سنة؟ ممكن يبدأ من سن الثانية عشر، من مرحلة الإعدادية، ليش لا؟ يعني للأسف أنا أتذكر إنه لما كتبت مجموعتي نساء عند خط الاستواء جاتني واحدة من صاحباتي وقالت لي أنا ما أعرف إيش المكتوب ده، ما أعرفه. أنت مقيمة في لندن منذ بضع سنوات، لماذا تقيمين في الخارج؟ لي أسباب خاصة. يعني هل عندك إشكالية مجتمعية فخرجتي من أجلها؟ عندي مشكلة كيف أعبر لك، أنا أبغى أبكي، تسمح لي أبكي؟ خذي راحتك، ما ودينا بصراحة عن قدام الناس، بس ما أبغى كمان أنكد عليك في برنامجك، بس حقيقي بحس بحزن داخلي لما أفتكر المرحلة اللي مريت بيها في أيام منعي من الكتابة من السفر، أيام النساء عند خط الاستواء. أنت منعتي من السفر والكتابة؟ هذا صحيح. علشان الكتابة؟ وتعرضت لضغوط شديدة، يمكن الفترة دي سببت الأثر الشديد في نفسي. إلى اليوم أنا ما أكذب عليك، لما أدخل مطار الملك عبدالعزيز تجيني يعني ضيقة في صدري، ولكن أتمنى أن أتجاوزها في يوم من الأيام. هل تعتقدي أن منعك لم يكن يعني مبررا؟ طبعا ما كان لي أي مبرر. زينب، هناك تساؤل دائما ما يثار، هل تعتقدي أنك تعبري من خلال الأدب الجريء عن المجتمع؟ ألا تعتقدي أن المجتمع يرفض هذا النوع من الأدب ويعترض عليه؟ يعني لغاية لأنه أنت قبل شوي قلتي أنه إذا النقاد يشوفوا الشارع وش يبغوا يصفقوا له، معناته أنه ما لكم شعبية في الشارع أنتم الذين تتحدثون بشكل. هذا صحيح، لكن في النهاية يعني ما تعبروا عن المجتمع؟ لا نعبر عن المجتمع، كيف ما نعبر عن المجتمع؟ بالعكس أنا بتصور هو تجاهل النقاد لهذا النوع من الأدب، إنه الخوف إنك أنت جايب بتيجي بالضبط وتدوس على مواقع الورم السرطاني وتخاف مثلا تيجي تواجه مثلا مريض بيه تقول له أنت عندك مرض سرطاني، يقول لك زي بالضبط عاداتنا العربية، يقول لك خليه يعيش أيامه، كيف يعيش أيامه؟ لازم يواجه، ممكن السرطان ده لو إحنا نبهنا لي من البداية ممكن ما يتشعب، ممكن ما يكبر، ممكن يموت. أيام حصل هجوم على نساء عند خط الاستواء
كثير من مثقفين الرجال رفعوا علي سماعة التليفون يقولوا لي برافو انت كنت رائعة في كتابك. طب يا جماعة اكتبوا ده على الصحف. لا ما نقدر نكتب. ليش؟ هذا مو ازدواجية. ما عندي مشكلة مع التدين ولا عندي مشكلة حتى مع الحجاب، لكن انا بنادي بالاشياء العقلانية. انادي بانه المرأة. كيف ما عندك مشكلة مع الحجاب؟ يعني انا ما بنظر للمرأة المحجبة ان ده التحجب انه والله يعني نظرة رجعية، لا. لكن للأسف أنا أعتقد أنه مشكلة بعض المحجبات نظرتهم للمرأة الغير المحجبة نظرة دونية. كيف تنظري للمحجب أو للحجاب في أصل؟ أحترمه أعتبره يعني جزء من فريضتنا، لكن في النهاية أعتبره أيضا حرية شخصية. لكن في الأسف في ظاهرة غريبة في مجتمعنا السعودي اليوم، المرأة الغير متحجبة بينظر لها إن هي يعني دي خرجت من الجنة. لا، في النهاية هي في النهاية قرارها بيد الله سبحانه وتعالى. اعتبرني من عصر الصحابة وعصر اعتبرك من عصر الصحابة؟ لا يعني قصدي اعتبرني من العصر. لا